هنخش على جانب من الجوانب كمان السياسية والاقتصادية، لأنه يعني الأمر في أغلب وسائل الإعلام ومع المحللين السياسيين يعني كل يدلو بدلوه، لكن يعني الأمر معقد. فيعني ينقصنا أيضا رأي دبلوماسي السفير معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بيك معالي السفير. شكرا يا فندم، أهلا. مساء الخير. يعني احنا طبعا بنستمتع بتحليلاتك يا فندم، لكن شكراً. يعني ال ال الوضع الحالي يعني في عملية عسكرية عمالة تتزايد يوما بعد الآخر، في محاولات للحلول الدبلوماسية والمفاوضات ورفض من بعض الجوانب سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني في مرة أخرى، فحضرتك يعني شايف الموقف إزاي في الوقت الحالي؟ يعني حضرتك إذا المخاوف بتتصاعد ساعة بعد ساعة من أنه في غياب مفاوضات جادة والاتفاق على حلول سياسية ودبلوماسية، نعم، لتسوية الخلافات من جانب وتقريب وجهات النظر الروسية الأوكرانية من جانب آخر، المخاوف بتتزايد ان العمليات العسكريه هتتصاعد. تمام. وخلال ال 24 ساعه الماضيه على ضوء التعزيزات العسكريه الروسيه في اوكرانيا ومواصله القوات الروسيه بتواصل تقدمها على ثلاث محاور، الشرق والشمال والجنوب، و من جانب آخر العقوبات الاقتصادية المتتالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا، نعم، والزيادة الملحوظة في المساعدات العسكرية ليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإنما من جانب بريطانيا ودول أوروبية أخرى، لعل أبرزها كانت ألمانيا أمس. أعتقد في ضوء هذا نحن فعلا لسنا أمام عملية بقى عملية عسكرية نوعية أو عملية عسكرية خاصة، نحن أمام حرب. الحرب ليس فقط حربا روسية أوكرانية، وإنما من متابعة التطورات الأخيرة خلال 24 ساعة الماضية والتصريحات التصريحات الرسمية التي صدرت في العواصم الغربية بما في ذلك العاصمة الأمريكية واشنطن، نحن أمام حرب بالوكالة. حرب بالوكالة بين روسيا من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلنطي من ناحية أخرى. وإذا الأمور استمرت على كده، يعني النهاردة في تطور يعني بالغ الخطورة. الخاص بإيه يا فندم؟ يعني تطور بالغ الخطورة. التطور عسكري ولا تطور ايه اللي حصل؟ النهاردة التلفزيون الروسي، نعم، اذاع لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين، نعم، وبين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس اركان الجيش الروسي وبعض القادة العسكريين، وقال لهم التلويح بالاسلحة النووية، قال لهم ان انا يعني بوجهكم ان انتوا تحضروا او تعدوا اسلحه الردع. نعم. واسلحه الردع طبعا هو مبهم، يعني تعمد، انا تصوري ان الرئيس بوتين تعمد يخليها مبهمه، لكن التفسير الغربي لاسلحه الردع ان في جزء منها نووي. سلاح نووي. نعم. طبعا كما تعلم حضرتك والساده المشاهدين الكرام، بالنسبه للسلاح النووي في اللي احنا متعودين عليه، وبعدين في نوع ثاني بيسمى الاسلحه النوويه التكتيكيه. فعموما الوضع في غايه الحرج، في غايه التعقيد، ونحن امام تصعيد وتصعيد مقابل وتصعيد مضاد، ويجب يعني نتمنى انه العقل يسود
لانه اذا الامور استمرت في التصعيد اللي احنا شفناه خلال من امس حتى هذه اللحظه اللي بتحدث فيها مع حضرتك، لا الامور هتخرج عن سيطره الجميع. طيب اذا كان معالي السفير، يعني انا عايز اتساءل هنا، لا يعني اذا كان مجلس الامن لا يعني لا ياخذ الاهتمام الكافي من قبل فلاديمير بوتين، والقرار يعترض عليه بحق الفيتو الروسي، والتدخلات حتى التصريحات سواء يعني العقوبات الاقتصادية أو تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تلقى الاهتمام، وتتزايد المسألة يوما تلو الآخر، إيه اللي ممكن يوقف حدة هذا الصراع؟ هرد على سؤال حضرتك دوت، بس قبل ما ارد احب اشير الى شيء. اتفضل. جلسه مجلس الامن حضرتك، القرار، مشروع القرار اللي عرض على المجلس هو عرض بالطريقه دي عشان واللي مقدمه عارف ان روسيا هتمارس حق النقد. نعم. لان صياغه القرار ده بياتي في اطار حمله دبلوماسيه شديده جدا تشنها الولايات المتحده الامريكيه على روسيا وعلى الرئيس بوتين. إذا كان حقيقي كان في رغبة لتسوية سياسية سريعة، حل دبلوماسي سريع، صياغة هذا مشروع قرار كانت تبقى مختلفة، لأن ما كان يعني ما كان نقدم مشروع قرار بيدين فيه الهجوم الروسي، طبعا الطرف المعني اللي هو روسيا هيعمل فيتو عليه يعني. نعم. وامريكا مارست الفيتو كتير جدا يعني، فيعني عموما انا بس حبيت اقول كده. دلوقتي الطرف حضرتك بالنسبه لسؤال حضرتك، نعم، انا اعتقد يعني اتصور انه اللي هيلعب دور مؤثر ودور يحرك الامور على صعيد البحث عن حل سياسي ودبلوماسي هي الصين. الصين اليوم في طبعا الدول الأوروبية، القوى الأوروبية كفرنسا وألمانيا، لا أعتقد بعد العقوبات وبعد التصريحات المتشددة وبعد تقديم السلاح للجيش الأوكراني وبعد مشاركتهم في أن بعض البنوك الروسية خرجت من السويفت يمنعوها من التعامل مع نظام سويفت الدولي. نعم. أعتقد أن هم فقدوا على الأقل في المرحلة الحالية فقدوا القدرة على التأثير على القرار الروسي. يبقى صحيح. يبقى الصين. وأعتقد الصين منذ أول أمس الرئيس الصيني تشي جين بينغ اتصل بالرئيس بوتين ويعني حثه على التفاوض، وفعلا بعد انتهاء هذه المكالمة الرئيس بوتين أعلن عن استعداد روسيا للتفاوض، بل أصدر أوامره بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. ده حتى الوفد الروسي يا فندم اللي ذهب إلى بيلاروسيا يعني قال إنه إحنا هنقعد على مائدة المفاوضات دون شروط مسبقة. هو حضرتك النهارده في وفد روسي بالفعل موجود في مدينة على الحدود البيلاروسية اسمها هوميل، البلدة اسمها هوميل، لأن الحكومة الأوكرانية رفضت إجراء المفاوضات في العاصمة البيلاروسية مينسك بذريعة أن الهجوم على أوكرانيا أو بعض القوات الروسية التي شنت بتشن الهجوم على أوكرانيا قدمت من بيلاروسيا. عموما الوفد موجود، الوفد برئاسة مستشار الرئيس بوتين، وبيضم خبراء، يضم دبلوماسيين من وزارة الخارجية، من وزارة الدفاع، من أجهزة أخرى، أجهزة أمنية أخرى. نعم. فالوفد هناك، ونتمنى أن فعلا المفاوضات تبدأ وانه يتم هنا بقى المفاوضات. طبعا بنتكلم عن المفاوضات، هي ايه مرجعيه المفاوضات؟ يعني هم مرجعيه المفاوضات، هل مرجعيه المفاوضات هي مينسك 1 في 2014 ومينسك 2
في 2015 ثم يضاف إليها اتفاق لاحق؟ هل المفاوضات هتعتمد مرة ثانية ما يعرف باسم النورماندي بروسيس، يعني عملية نورماندي؟ وعملية نورماندي دي كانت حضرتك فكرة فرنسية ألمانية تمام من عام 2015 بتضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. ده اللي هيبان على ترابيزة المفاوضات، يعني على مائدة المفاوضات. أما تبدأ، يعني احنا نتمنى أن المفاوضات تبدأ وأنه فعلا وهتبقى لفتة، يعني لفتة مشجعة طبعا من روسيا أن خلال التفاوض يتم وقف العمليات. هو حتى قالها فلاديمير بوتين أنه سيتم تعليق العمليات العسكرية أثناء التفاوض. يعني يعني ده موقف يعني تمام. في ظل الظروف دي ممكن نقول موقف بناء. يعني معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.